سواء نادي العين او سواء كلبة. هذه الركلة الركنية تتلعب الكرة تاني على القائم الاول. خطيرة ولد يا ولد يا ولد، مش ممكن يا ولد يا ولد يا ولد. ميشيل ميشيل كورباك 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 ميشيل يا ولد. يسجل ميشيل هدف جميل 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 لصالح نادي العين، يسجل لصالح نادي العين. ايه شيطها بدماغه، شيطها بدماغه هتقطع الشبكة. ادي ميشيل ميشيل ميشيل. كل اللعيبة يا جماعة من اول السطر، كل اللعيبة عايزة تكتب من اول السطر وعاوزة تقول لي هيرنان كريسبو هيرنان انا موجود، لان انت تلعب على مستوى وليفل عالي جدا جدا في كرة القدم السنة دي. سنة دي العين، سنة دي العين في حتة تانية، في منطقة تانية، في مكان تاني، في برج تاني. شوف الكرة على طول العرضية موجودة، وفرصة فرصة. يركب ميشيل يا ولد، يركب ويشوط بدماغه قنبلة قنبلة براسه يا ولد يا ولد. لعيب هنا ممتاز جدا ميشيل، يسجل هدف اول لصالح نادي العين، يفتتح قص الشريط هنا في هذا المساء في مرمى فريق نادي كلباء. ادي هيرنان كريسبو، وادي العلاقة الجميلة، وادي مجموعة العمل الجميلة معاهم احمد عبد الله. وما ادراك ما احمد عبد الله. شوف نادي العين عنده وفاء وعنده انتماء وعنده 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 كل حاجة حلوة تقدر تقول عليها. شوف طقس حر، لكن اي حضور جماهيري لنادي العين. شوط اول فريق نادي كلبة، زار الحارس خالد عيسى ثلاث مرات، اختاروا الكره لخالد، وقعها خطيره جدا. كنت الثاني 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 يا ولد. لعيب لابا كوتجو، لابا كوتجو يسجل هدف، جول جميل جميل لنادي العين. اذا جول للابا كوتجو يا ولد يا لابا، يحط لابا كوتجو هدف. سكوت هنسجل، سكوت هنسجل. يسجل فعلا لابا كوتجو، يسجل لابا كوتجو هدف جميل جدا جدا جدا، هدف تاني لصالح الزعيم لصالح نادي العين. سيكو بابا هنا موجود، وادي حارس المرمى الحارس حمد المنصوري بيتكلم على تمركز المدافعين. خطأ كبير جدا جدا من عبد السلام محمد، وايضا من خط الدفاع بالكامل في عدم التمركز الجيد هنا في اللقطة الأخيرة. شوف الكرة، وادي لابا كوتجو خدها، خدها وراح، خدها وراح، خدها وراح. كان المفروض هنا كان متقدم خطوة وخطوتين اللاعب عبد السلام محمد، كان المفروض ياخد لابا كوتجو في صدره، لكن شوف الوان تاتش، الوان تاتش الجميل السحري هنا، جميلة جميلة. هدف تاني لنادي العين، يسجل العين هدفه التاني عن طريق اللاعب لابا كوتجو، هدف على يمين حارس المرمى حمد المنصوري، يعلن بيه عن هدف تاني بالنسبة للابا كوتجو وبالنسبة لنادي العين. خد حمد المنصوري معاه اتجاه وحط الكرة عكس الاتجاه، أمامية، محاولة تاني على طول، عرضية خطيرة، والهدف التالت يا ولد، الهدف التالت. سيكو بابا، سيكو بابا يسجل الثلاثية العينوية، سيكو بابا يسجل الهدف التالت لنادي العين. جول جميل 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 يا ولد. سيكو بابا، سيكو بابا يحط كرة جميلة جدا، هدف تالت لصالح نادي العين. وان تاتش جميلة ببطن القدم اليسرى ذهبية تسجل الهدف التالت لصالح الأمة العينوية، يسجل هدف ثالث سيكو بابا. ادي اللاعب سيكو بابا، لعيب كبير واضافه كبيره جدا من الاضافات اللي قلت لحضراتكم عليها، اضافهم نادي العين مع خالد بطي، مع ماتياس سيجوفيا، مع اللاعب كاردوسو، مع طبعا يعني رحيمي، مع لابا كوتشو، اسماء عظيمه عملاقه. شوف لفه البطن القدم يا ولد، لعيب لعيب كبير. لكن شوف بلاسوس، بلاسوس اللي بقول لك عليه، العين عنده مجموعه لقالق كبيره، عنده مجموعه لعيبه عظيمه تأدي اداء كبير. شوف هنا بلاسوس حط الكره بوجه القدم الخارجي، والثلاث اهداف يشارك فيهم اللاعب كاكو، ثلاث اهداف يشارك فيهم اللاعب كاكو طبعا في اللمسه الثالثه الذهبيه، في الثلاث اهداف يشارك فيهم بالاسيست والصناعه اللاعب كاكو. نادي العين، ادي برمان، وادي باكر رفاق، تمشي على طول الكره ثاني. ادي المحاوله العرضيه، دانيال خطير جدا، دانيال يضغط على طول فريق كلبه، ممتازه جدا مهدي كايدي. ادي محاوله تصويبه ولد، هدف عالمي، هدف عالمي جميل، يسجل على طول كلبه هدف حلو قوي، يسجل نادي كلبه هدف جميل جميل جميل. اذا تديل الفارق 3-1. ما شافهاش خالد عيسى على يساره، محطوطه بقدم يسرى جميله ومحطوطه بشكل ممتاز ممتاز. ادي مهدي كايدي، وادي نادي كلبه يسجل طبعا عن طريق اللاعب رقم 8، واحد بالاسماء الممتازه الممتازه الممتازه، لاعب كايو جيرمانو، يحط الكره جميله 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 كايو جيرمانو. اذا جيرمانو يحط هدف ويدلل الفارق ويقرب الفارق ويدلل الفارق ويحضر الفارق ويسجل هدف جميل جميل على يسار خالد عيسى، يكتفي خالد عيسى بالمشاهدة فقط لا غير. محطوطة الكرة بمعلمة، لعيب كبير جيرمانو، ممتاز ممتاز كايو، يسجل هدف حلو حلو حلو، هدف جميل لصالح فريق نادي كلبة، يسجل هدف ممتاز ممتاز. إذا 3-1 الآن. شهريار ركلة الجزاء، خالد عيسى وركلة الجزاء وشهريار، والهدف الثاني، الهدف الثاني يقرب نادي كلبة للنتيجة،
يقرب كلبة النتيجة الآن سبحان الله، يعدل أوتار المباراة ويقرب فريق كلبة النتيجة 3-2. نتيجة غير متوقعة لحد الآن، نتيجة غير متوقعة لحد الآن. وحنشوف الحقيقة يعني تبديلات بكرة شوفيتش هتجري يعني تأتي بالثمارة أم لا، لكن قراءة ممتازة، تبديلات ممتازة، تحولات ممتازة. فريق ياخذ ركلة جزاء وفريق آخر متقدم 3-0. الآن أصبحت النتيجة 3-2، أصبحت الآن النتيجة 3-2، والنتيجة الآن في المتناول بالنسبة لكلبة. لو عنده دوافع وعنده إمكانيات وعنده حلول وعنده فرص يقدر يخلقها، وعنده يعني فرصة التعادل الآن والعودة وال